بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض دروس سي بلس بلس. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده اسمها الاستاتيك والاوتوماتيك فاريبل. ايه الاستاتيك والاوتوماتيك فاريبل؟ دولت هنفهمهم اكتر من خلال مثال. عايزين نعمل فانكشن، الفانكشن دي كل مره تاخد مني اسم او تاخد مني حرف بتاع حاجه، في المقابل هتديني هي رقم ليها. يعني ايه؟ انا هدخل مثلا زي كاتيجوريز، وكل كاتيجوري هياخد اي دي، فكل مرة الاي دي لازم يبقى مختلف. يعني مثلا الكاتيجوري اللي اسمه ايه لازم الاي دي بتاعه يبقى واحد، بي يبقى اتنين، سي يبقى تلاتة، وهكذا كل مرة ياخد اي دي مختلف. طب انا عشان اعمل الموضوع دوت هعمل ايه؟ هضطر اعمل فانكشن اسمها مثلا سيت كات، وبتاخد مني كاركتر ايه مثلا كات نيم او كات كار. تمام، طبعا لازم ابقى معرف الفانكشن عشان يفهم ايه اللي احنا بنقوله ده. وبرضه احنا عملنا حاجة فيها مشكلة، ان احنا عملنا كار هنا. هاجي هنا هقول له كار كات اندرسكور كار سيميكولون. هنعرف الفانكشن دي اسمها void set underscore cat، وبتاخد مني كار وهسميه اكس. تمام، طيب هعرف جواها حاجة اسمها int id، وال id ده بيبدأ من زيرو، وكل مرة هقول له cout او هقول له id plus plus، وهقول له cout يا سيدي ال id دوت. تمام كده، طيب وهنا هقول له cin للست underscore او سوري لكات اندرسكور كار، وهبدا اعمل رن. هدخل له ايه مثلا؟ طلع لي واحد زي الفل. طب هكرر الموضوع ده كذا مره. انا عايز ادخل مثلا اربعة كاتيجوري، عملت كل مره سي ان للكات ويرجع يعمل لي ايه اي دي بتاعه. طيب هقول له ايه؟ بي اس بي كيو، كلهم طلعوا بواحد. ليه كلهم طلعوا بواحد؟ علشان انا هنا قايل له جوه الفانكشن في السكوب دوت الاي دي بيساوي زيرو، فكل مره هنده على الفانكشن الاي دي هيرجع لزيرو ويضاف له واحد، فيبقى بواحد، يبقى عمره ما هيبقى حاجه غير الواحد. طب احلها ازاي؟ هيجي واحد يقول لي نيجي نروح عاملين الاي دي ده جلوبال فاريبل عشان نحل المشكله. طب انا لما احط جلوبال فاريبل بقى السكوب بتاعه في الفانكشن دي بس ولا كل البرنامج؟ بقى في كل البرنامج. طب مش ممكن انا استخدم كلمه اي دي دي في حاجه تانية فيعمل لي كونفليكت وانا بستخدم؟ ممكن يعمل لي مشكله معايا اتلخبط واستخدم حاجه مكان حاجه؟ وارد يحصل دوت. طب احل الموضوع ده ازاي؟ اولا كده الفاريبل دوت اسمه اوتوماتيك فاريبل، كل مره بقول له اعمل سيت كات الكات بيخترع مكان اسمه اي دي وبيحط فيه زيرو، وبيرجع بعد ما اخلص السيت كات دي مجرد ما يعمل لي سي اوت يروح ماسح الاي دي دوت من الميموري. انا بقى مش عايزه يمسحه، انا عايزه يحتفظ بيه وبالقيمه اللي جواه. عشان يحتفظ بيه ويحتفظ بالقيمه اللي جواه هحتاج احوله من اوتوماتيك فاريبل لستاتيك فاريبل. طب احوله لستاتيك فاريبل ازاي؟ هاجي هنا اروح قايل له static int id equal 0. طب نجرب كده نعمل run. هدخل له ايه؟ s q w، كل مره غير لي قيمه. بمنتهى البساطه كده علشان نبسط الموضوع ده، الاوتوماتيك فاريبل حاجه بيتعمل لها اللوكيت ودي اللوكيت مع بدايه البرنامج ومع نهايته، او مع بدايه مكان ما هو منده عليه ونهايته. يعني ايه؟ يعني انا من غير كلمه static دي مجرد ما بدخل على سيت كاردي بعمل بخترع مكان اللي هو الالوكيت بتاعي، ان انا بخترع مكان بسميه اي دي وبحط فيه زيرو، ومع كلمه سي اوت اي دي ما تخلص ومع نهايه القوس بروح امسك الاي دي دوت او الميموري بتشيل الاي دي ده وترميه في البصل، بتشيله خالص بترميه بيتمسح، بيتعمل له دي الوكيت، معناه ان هو بيتمسح وما بيتحملش فيه جواه قيمه. انما مجرد ما اعمل له كلمه ستاتيك قبله انا بقول له يا سيدي اول مره الفانكشن تشتغل عرف لي الاي دي ده بزيرو،
بعد كده زود لي عليه، ما تمسحوش مع نهاية القوس، ما تمسحوش مع نهاية الندهة عليه، خليه موجود جوه الميموري. تمام؟ علشان كده لما جينا استخدمناها بالستاتيك المرة التانية طلع لي 2 وطلع لي 3 وطلع لي 4. ليه؟ لأنه كان محتفظ بالقيمة اللي قبلها اللي هي الواحد والاثنين والتلاتة والأربعة وهكذا. لو ندهنا 100 مرة كل مرة هياخد القيمة اللي قبليها على طول، هو اوريدي بقى موجود جوه الميموري بتاعتي، بتاعة البرنامج أو بتاعة المكان اللي البرنامج بيشتغل منه. تمام؟ أتمنى أكون أفدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.